أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيون الحياة. والحلقة دي هتكون أول حلقة في السنة الجديدة 2021، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم كلكم جميعا بإذن الله وعلى كل بيت مصري. وإن شاء الله هيكون معانا النهاردة في برنامجنا حاجات متنوعة وهنتكلم فيها، وهمسي على محمود. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا نجلاء. مساء الخير يا هشام. مساء الخير نجلاء. مساء الخير. مساء الخير يا هشام. مساء الخير. مساء الخير. احنا النهارده تشهد نقابه المحامين هذه الايام انتخابات النقابه الفرعيه اللي بتتم على مستوى المحاكم الابتدائيه لجمهوريه مصر العربيه. والملاحظ ان كثير من الساده المحامين قدموا فيها كتير عن الدورات السابقه. طبعا انا هيكون الحديث عن هذا الموضوع يسعدني ان يكون ضيف هذه الفقره المستشار تامر عبد المنعم المرشح عن محكمه المحله الكبرى الابتدائيه نقابه شرق طنطا. اهلا بيك استاذ تامر. اهلا بحضرتك. والمستشار جمال شحاته المحامي المرشح لدويه نقابه المحامين بدمياط. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. شرفتونا. نورتونا يا فندم. اهلا بحضراتكم وشرفتونا ونورتونا في برنامجكم عيون الحياه. واحنا النهارده الحلقه هنتكلم فيها زي ما محمود قال عن الانتخابات الفرعيه للمحاميين. ويسعدنا وشرفنا معايا المستشار تامر عبد المنعم ومعايا المستشار جمال شحاته. فحابين ان احنا ناخد نبذه مختصره كده مين هو المستشار تامر عبد المنعم ومين المستشار جمال شحاته. فاتفضل معايا المستشار. كل سنه وانتم طيبين في البدايه. حضرتك طيب. وعام ميلاد جديد. وشرف لي ان اكون معاكم النهارده وشرف لي اكون مع المستشار. شرف لينا يا فندم. استاذ جمال شحاته. تسلم لي. انا تامر عبد المنعم زراره محامي بالنقد والدستور العليا مرشح عن مقعد محكمه اطول الجزئيه من نقابه شرق طنطا اللي هي المحله الكبرى. نقابه المحله يتبع ليها اطول، زفته، سمنود، المحله بجزئياتها. مركز أطور لازم يمثل بعضه. تمام. زفتة تمثل بعضه، سمنود تمثل بعضه، المحلة مركز وأول وتاني أعضاء، وعندي حاجة اسمه نقيب بيترشح على مستوى الجزئيات كلها، وبعد كده في عضو شباب لازم سنه ما يزيدش يعني 35 سنة. تمام. طبعا هذه الأيام هي انتخابات نقابة المحامين. احنا الأول بنشكر معالي النقيب الأستاذ رجاء عطية نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد محامين العرب على دعوته الجمعية العمومية لإجراء هذه الانتخابات في ظل هذه الظروف، اللي هو برضه بصراحة بيحاول إنه يعمل الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية المحامين. وطبعا الناس لازم تعرف إن المحاماة مهنة حرة. هذه المهنة في الأساس هي رسالة، ليست مهنة ارتزاق، لكن هي مهنة حرة بتساعد أو تشارك السلطة القضائية في توفير العدالة لكل مظلوم. تمام. دور هذه النقابات لها أدوار كثيرة، أهم هذه الأدوار هي حماية أعضائها ورعاية هذه الأعضاء. مع المستشار ده احنا اللي هنرجع له، بس احنا يعني خدنا نبذة مختصرة عن حضرتك، فناخد برضو نبذة مختصرة عن معالي المستشار جمال شحاته. اتفضل يا فندم. جمال شحاته المحامي بالنقد والدستورية العليا، محامي في دمياط وليه مكتب في القاهرة، مرشح عضوا في مجلس نقابة محامين دمياط عن مقعد مركز دمياط. محافظة دمياط ست جزئيات، جزئية البندر، جزئية المركز، جزئية فرسكور، جزئية الزرقاء، جزئية كفر سعد، جزئية رأس البر. تمام. بيمثل مجلس من سبع أعضاء ونقيب وعضو شباب، يعني المجلس بيتكون من تسع اعضاء نقيبا وعضو شباب وست وسبع اعضاء، بيبقى سته ممثلين عن الجزئيات عن الست جزئيات، وعضو سابع لاكبر عدد اصوات علشان يكتمل النصاب او يكتمل الاعداد بتاع النقابة. تمام. طيب دلوقتي كيف ترى الاستاذ تامر، كيف ترى المشهد النقابي في ظل هذه الانتخابات والسبب وراء كثرة المرشحين؟ يعني انا شايفه اللي فيه مرشحين نازلين كتير قوي في الانتخابات القادمه ان شاء الله. الملاحظ في هذه الانتخابات المعلومه ان هذه الانتخابات تتم على مستوى جمهوريه مصر العربيه. كل محكمه ابتدائيه بتجرى عليها انتخابات، لكن الملاحظ هذه الدوره كثرة عدد المرشحين في كل محكمه ابتدائيه، والسبب
من وجهة نظر الشخصية إن ضعف الخدمة النقابية من المجالس النقابية السابقة أدى إلى كثرة عدد المرشحين. يعني مش أي مبدورها، مش أي مبدورها، عشان كده في مرشحين نزلوا كتير علشان يخدموا. برضو مش عايزين نبخس ناس حقها، لكن بنقول الأداء ضعيف. الأداء كان ضعيف في ظل المجالس النقابية السابقة. وأنا برجع هذا السبب إلى ضعف المهنية. أيوه. طالما المحامي المرشح على هذا المقعد ما عندوش المهنية الكافية، لازم هيديني أداء نقابي ضعيف. ضعيف. لأن هو مش حاسس بهموم المحامي، مش حاسس إن المحامي ده كل يوم في محكمة من شكل. هذا المحامي يخرج من محكمة شمال إلى محكمة جنوب في ذات اليوم، مطلوب منه إن يترافع النهاردة في قضية في محكمة الأسرة، يطلع منها على محكمة الجنايات. هذا الهم لم تكن المجالس النقابية السابقة تشعر بهذا الهم. فهو شايف اللي هو لما هيرشح نفسه هيقدر يدي أكتر. فبالتالي قصت عدد المرشحين، أنا من وجهة نظري هخدم. هذا السبب هو اللي أدى إلى أن معظم المرشحين على مستوى جزئيات على مستوى مصر كلها ازدادت عدد المرشحين. كل مرشح بيأمل أن هو يؤدي الخدمة النقابية. أنا شايفة أن في مرشحين تحت السن برضو نازلين كتير. حضرتك عضو الشباب لازم سنه ما يزيدش عن 35 سنة. عن 35 سنة. ولازم كل نقابة فرعية تمثل بعضو شباب. تمام يا فندم. هذا العضو انتخب من الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية كاملة. أستاذ جمال، هاخد من كلام الأستاذ تامر إن المجالس السابقة وطبعا ديهم كل الاحترام والتقدير، إن هم كانوا يعني في يعني هنقول بطء، هنقول مثلا كان في تراخي في بعض الأعمال أو ضعف في بعض الخدمات وكده. إيه اللي حضراتكم هتقدروا تقدموه إن شاء الله في حالة فوزكم إن شاء الله بإذن الله تعالى، وأتمنى التوفيق للجميع، إيه اللي حضرتكم هتقدموه للنقابة والدور اللي هتقوموا بيه؟ أنا ليا رأي في زيادة الأعداد بالنسبة للمحامين اللي عارضين نفسهم لتمثيل زمايلهم كمجلس نقاب. تمام. دي ظاهرة صحية، ظاهرة رائعة جدا، بقى فيه وعي عند المحامين أو عند الأعضاء. تمام. كلهم بيتمنوا يخدموا زمايلهم ويتمتعوا بالخدمة العامة ويقدوا خدمات عامة. النقابة لها دور فعال ورائع جدا جدا جدا، وأنا بشد على إيدين أي حد مرشح نفسه يعرف واجبات العمل العام، مطلوب منه خدمات لزمايله، خدمات مهنية وخدمات اجتماعية. الخدمة المهنية تتمثل في أنه يوفر له كتاب، في أنه يوفر له معلومة، في أنه يوفر له لزميله مكتب محترم لزميله الشاب يتدرب فيه، في أنه يوفر له العائد المادي. ودي مسألة يجب أن تكون على عاتق النقابة وتوفرها. أعتقد في ظل يعني النقابة الجديدة بدأت الدنيا بدأت تتحسن شوية إلى حد ما يعني. والله أنا متفائل. إن شاء الله وأنا نأمل إن شاء الله يعني. هي كلها أفكار وطروحات جيدة. تمام. هي بقى بالنسبة بقى المهنية حضرتك اتكلمت عليها، حضرتك قلت الدور الاجتماعي. الاجتماعي ما يقلش أبدا أبدا عن المهنية. الدور الاجتماعي مهم جدا. دور الاجتماعي يتمثل في العلاج، التكافل الاجتماعي، النشاط الاجتماعي الترفيهي من رحلات، من أي يوم اجتماعي، من يعني أقصد أنت الدور النقابي كما ينبغي يحس المحامي أن له أسرة كبيرة مسؤول عنه. تمام. مسؤول عنه اجتماعيا، مسؤول عنه حتى لو لم تسعفه لوائح النقابة أنه يقدر يوفر موارد، أنه يقدر يتكافل مع زميله، نقدر نعمل صندوق تكافل اجتماعي خارج اللائحة النقابة علشان نقدر نختم به. طيب مع المستشار أستاذ تامر، عايزين نعرف بس كم عدد المقاعد في النقابة، وأن الانتخابات دي هتتم تحت إشراف قضائي. هو بالتأكيد هتتم هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل ممثل من النيابة الإدارية. عدد المقاعد كل محكمة ابتدائية القانون بيقول ان تنشأ نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية. يعني انا عندي في المحلة الكبرى دي محكمة ابتدائية، يبقى لازم يبقى عندي نقابة فرعية. هذه النقابة ممثلة لا تقل عن 7 أعضاء. ال7 أعضاء دول منهم عضو شباب والنقيب، و7 أعضاء ممثلين بشرط ان يمثل كل مركز من هذه المراكز بعضو. يبقى أنا عندي نقيب وعضو شباب و7 أعضاء، هم دول تشكيلة مجلس النقابة. وأعتقد أن هذا التشكيل على مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية هذا التشكيل، لأن ده نص في قانون المحاماة بيقول لا يقل عدد الأعضاء عن 7 بالإضافة إلى عضو الشباب
ونقيب المحامين اللي هو بيمثل النقابه الفرعيه في دائره المحكمه الابتدائيه. هل من ضمن الاعضاء في شرط من الشروط مثلا ان المراه تكون متواجده؟ لا هو ما فيش شرط. لا ما عندناش هذا الشرط. لكن انا عندي في المحله استاذه زميله محاميه فاضله استاذه اسماء عبد الله خاضت هذه التجربه او ما زالت تخوض هذه التجربه ودي جراه ما تعودناهاش، لكن انا بحييها على ان هي خاضت هذه التجربه وبتمنى لها التوفيق على اساس ان احنا نحاول ان احنا نشجع المحاميات نشجع المحاميات في الترشح لهذا المقعد، لانه كله بيبص لهذا المقعد ان هو مقعد ذكوري او رجالي، لانه هو بيتطلب منك ان في مشكله في الاسم، فانا كمحامي لازم اروح للاستاذ المحامي اللي عنده المشكله الساعه 12 بالليل الساعه 1 بالليل، استاذ تعب في مستشفى لازم اروح له، فهم بيبصوا ان الاستاذه المحاميه مش هتقدر تطلع بالليل، لكن هي الاستاذه اسماء بصراحه كسرت هذا الحاجز وترشحت، واحنا بنشكرها وبنتمنى لها التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ جمال ممكن تكلمنا ازاي يتم تشكيل مجالس النقابات وما هو دور الشباب في هذه الانتخابات؟ دور الشباب في انتخابات النقابه مهم جدا جدا جدا، بتشجعوا حضرتك؟ بنشجعوا، امال ايه، وبنشد على ايديهم وبنوفر لهم خدماتهم وبنزل لهم العقبات والصعاب، لان شباب المحامين هم كثر في المحاكم وهم ياخدوا برضو الخبره من حضراتكم طبعا. أكيد وحضرتك أكيد يعني مش أكيد مش هتبخل على باي شاب باي خبره. انا كان لي تجربه يعني سابقه متفرده على مستوى الجمهوريه، عملت ندوات تثقيفيه لتثقيف شباب المحامين، حاجه جميله جدا، طبعت لهم كتب وديت لهم كتب مجانا، بهتم جدا 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 بثقافه المحامي القانونيه، بهتم جدا 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 بالتزام وبالسلوك المهني لنقابة المحامين والقواعد اللي المفروض يتربى عليها، بشد على ايد كل محامي قديم انه يعطي المعلومة وبسخاء وبعطاء لابنه وزميله الشاب، لهم حق علينا. احنا ما وصلناش كده للمرحلة دي او من السن ما شفتش حد دي يعمل مع حضرتك الا اذا كان في حد مدلنا ايده. بنقول للمحامين اطمئنوا، اخواتكم بيحبوكم، اخواتكم اللي مترشحين القدام عايزين يشوفوا نموذج رائع للمحامي الشاب المثقف المحترم اللي بيوفر له ماديات يقدر يعيش بمهنة المحاماة. وانا شايفة ان الشباب برضو يعني هتدعم لحضرتك الفرصة ديت اللي انت بتديها لهم وهيشهدوا بها ليك لحضرتك فيما بعد حتى. والله ده يبقى شرف ليا ان قدر ليا النجاح. وده حاجة عظيمة من حضرتك اللي انت برضو بتقف جنب الشباب. قدر ليا النجاح ان شاء الله في الانتخابات القادمة دي. انا بقطع عهد على نفسي ان يكون الشاب من اولويات اعمالي واجندتي. الشاب له حق علينا، الشاب لازم يتوفر له كافة سبل مقومات المهنة علشان بيبقى رجل بره برجل جوه. الشاب ما لقاش دعم هيسيب المهنة ما لقاش حد سند عليه. صح، دي حاجة يشهد لك بيها يا فندم حضرتك. استاذ اتفضل. اتفضل استاذ سند. ده فعلا دور مهم جدا للشباب. انا عندي في في, في محكمة أطور او نقابة المحلة الكبرى عندي اربع شباب مرشحين على هذا المقام، واحنا بندعمهم وبنساندهم بنحاول احنا نشجع فيهم علشان يكونوا نواه فيما بعد ان هو يكون نقيب محامين عنده الملكه وعنده ادوات المهنه وعنده الادوات النقابيه. لان احنا بنعاني من ايه؟ بنعاني ان النقيب المحامين او العضو بيفضل مستمر اكتر من 20 سنه بالظبط، بيموت كوادر في النص او في وسط الطريق. لازم انا بقى النهارده عضو الشاب دهوت انا باهله عشان خاطر في يوم من الايام هيبقى هو ايه؟ عضو مجلس نقابة او نقيب محامين. فاحنا لازم نقف مع الشباب ونشجعهم. وانا عندي في محكمه اطول الجزئيه استاذ احمد زيان، وعندي استاذ وليد النجار في محكمه الزفته، وعندي استاذ عبد العزيز رأفت، وعندي زميل اخر برضه في محكمه الزفته. احنا بنشجعهم بنقول لهم استمروا واحنا معاكم في اي دعم معنوي علشان خاطر ان انتم النهارده تدعموا نقابه المحامين، لان الشباب فعلا هم امل الدوله وامل نقابه المحامين. ده كلام جميل جدا. واي شاب هيقعد مكان حضرتك هيدعم حضرتك في الكلام اللي انت بتقوله وهيشهد ليه. استاذ تامر، هي الانتخابات هتقوم على مرحلتين، المرحله الاولى من 7 ل 14 فبراير، المرحله الثانيه من 8 مارس ل 15 مارس. حضرتك بقى تقول لنا هل ترى من افضل الانتخابات بقى تقام في مواعيدها ولا يتم تاجيلها؟ والله هو في خلاف، وطبعا كلام الاستاذ جميل. هو حضرتك في خلاف، المحامين مختلفين تمام في ظل الظروف اللي احنا فيها، وان الدوله طبعا بتمنع التجمعات بسبب الظروف الكورونا اللي احنا موجودين فيها. ففي راي بيقول ان احنا من الافضل ان احنا ناجل الانتخابات الى ان هذه الازمه اللي احنا بنعيشها
نمر بيها. وهم زي ما بيقولوا، انا اسف لمقاطعه حضرتك برضو، ان يعني في شهر يناير وشهر فبراير ان ممكن يعني الفيروس ينتشر اكتر وكده، فما هيبقى واحنا هنقول 7 ل 14 فبراير دي المرحله الاولى، والثانيه من 8 ل 15 مارس. دي الاعاده دي ولا ايه؟ دي لا، دي مرحله ومرحله، دي مرحله ومرحله، يعني زي يعني محافظات ومحافظات. فما دي حضرتك ممكن يعني ممكن تؤجل. ده طبعا القرار ده يملكه نقيب المحامين. نقيب المحامين النهارده اما بيجي عشان يدعو الجمعيه العموميه لإجراء انتخابات، هذا القرار بينشر في جدة رسمية. ولذلك إذا هو أراد النهاردة أن هو يأجل هذه الانتخابات، فيجب عليه أن هو يقوم بنشر قرار جديد في جريدة رسمية برضو وساعد الانتشار، يقول أنا قبل كده وقبل الموعد طبعا هأجل الانتخابات بسبب الظروف. لكن أنت شايف حضرتك الموعد قبلها بقد إيه يعني ممكن يتكلم؟ إلى هذه اللحظة مفيش أي قرار، الانتخابات في ميعادها الأساسي. تمام. لكن قد ترى النقابة العامة ممثلة في نقيب المحامين الأستاذ رجاء عطية أو الأستاذ مجدي سخا اللي هو رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، قد يرى طبقا لسياسة الدولة أو وزارة الصحة تقول يا جماعة والله في مشكلة في إجراء هذه الانتخابات، لأنها طبعا الدولة منعت تجمعات بسبب هذا المرض. فهذا القرار يرجع إلى الجهة النقابية. أستاذ جمال حضرتك تقول لي أنا أأمل أن تتم الانتخابات في ميعادها، إحنا بنمر بظروف جائحة كورونا بتمر على المحامين، بس برضه تجمعات استاذ جمال برضه الدنيا ديت برضه ده يعني، وحضراتكم ما شاء الله يعني ما شاء الله المرحله دي ما شاء الله محامين كتير نتخذ الاجراءات الاحترازيه. تمام. المشكله في الاقبال، هل الاقبال هيبقى وهيمتد دي ازاي على يومين ولا ثلاثه؟ اخشى ان تتم الانتخابات في ميعادها فما يبقاش في اقبال اكيد، فتظلم بعض الدوائر بسبب ان مش اقبال بسبب خوف المحامين. صح نفسه. احنا مرينا بتجربه مريره جدا في 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 جائحه كورونا اللي في الفتره من شهر مارس حتى شهر يونيو. تمام. في سنه 2020 المحامين تعبوا جدا، المحامين قعدوا في بيوتهم، المحامين تعطلوا عن العمل، كان في أزمة مادية. هو كل أزمة لما يشكل مجلس النقابة ومجلس النقابة تسيير أعمال المحامين وفر لهم الدعم وفر لهم الآليات وفر لهم الماديات، افضل افضل. ما احنا كده ما فيش مخصصات، ما فيش مجلس نقابه، ما فيش مخصصات. انا مع حضرتك، انا شايف ان حضراتكم يعني حابين ان الانتخابات تقام في موعدها، تقام في موعدها يا ريت. وزي ما حضرتك من النقابه وزي ان هي ما ده اللي انا هقوله لحضرتك بالظبط كده. حضرتك شكرت سياده النقيب رجاء عطيه انه ما اداش قرار. احنا هنعتبر ان الانتخابات هتقام في موعدها، بس ايه اللي انتوا بتقولوه كاجراءات احترازيه حابين انها تبقى موجوده؟ التباعد الاجتماعي مهم جدا، التوعيه، ازاله عدد اللجان بالظبط، دي نقطه مهمه فعلا، زياده عدد اللجان توفير التكاليف. ممكن احنا ندعو النقيب ان هو يخليها يومين، يعني بدل ما انا النهارده اعمل يوم واحد ما تبقاش على يوم واحد فعلا، يحصل تكدس من المحامين. لماذا لا تتم الانتخابات على يومين؟ في فرصه ماشي على فكره، اول يوم بعد الانتخابات برضو على 3 ايام. الموضوع كله والاماكن لو ما استعفتناش ما نعمل فرادقات بره المحاكم، نعمل شرادك برا المحاكم في مكان متسع، يكون في تهوية، في مكان مفتوح، ان يكون في تهوية. بالظبط كده. مكلف يا جمال بيه. ايه؟ مكلف. لا مش مكلف ولا حاجة، احنا نعمله على حسابنا. اي حاجة تقول. طبعا طبعا. لا احنا تتعمل الانتخابات واحنا نعمله على حسابنا، مفيش مشكلة. الشعب عنده وعي اللي هم برضو يعملوا الاجراءات الاحترازية ويخافوا على نفسهم. بس انا لما النهارده اطمن المحامي ان انا عامل لك اجراءات احترازية اخليه يقبل على هذه الانتخابات. بالظبط يا فندم. دي الفكرة الأساسية بعد. بالظبط بالظبط. احنا طب هستأذنكم نطلع فاصل ان شاء الله انتوا معايا فاصل ان شاء الله ونتواصل. اعزائي المشاهدين، ورجعنا تاني مع ساعة المستشار تامر عبد المنعم والمستشار جمال شحاتة المرشحين عن النقابات الفرعية للمحامين، وبنكمل حديثنا وبنسأل حضرتك استاذ جمال عاوزين نعرف ايه المطالب الاساسية اللي بيطلبها المحامين. والله زي ما قلت لحضرتك ان العمل النقابي لمهنة المحاماة بينقسم الى نوعين، عمل مهني خدمي وعمل خدمي اجتماعي. المحامي ليه من حقه علينا ان احنا نوفر له ونذلل له كل سبل ووسائل انه يقدر يستمر في مهنته، كتاب المعلومة ان احنا نقدر نوفر له ادوات المهنة. اثنين،
العمل الخدمي اللي هو التكافل الاجتماعي بالنسبة للعلاج، بالنسبة للأزمات اللي بتحصل، بالنسبة لنوفر له موارد تسد حاجته، بنوفر له أيام ترفيهية. كل ده حضرتك انت بتشوفه كبرنامج انتخابي انت بتفكر فيه قبل ما تقول فيه دلوقتي. انا عايز بس اضيف حاجة على كلام المستشار جمال. الخدمة النقابية مش هي بس عبارة عن خدمة اجتماعية، الأفراح والمعازي أو المناسبات السعيدة وغير السعيدة للمحامي، مش هي بس المصايف والرحلات. أنا شايف إن دور نقابة المحامين أسمى من كده بكتير. عشان كده دايما بنقول المهنية، إن من يترشح على هذا المقعد لازم يكون مهني، لأن المحامي عايز سند، عايز سند له في أقسام الشرطة، عايز سند له أمام الجهات القضائية والشرطية، عايز سند في كل جهة حكومية هيروح عشان يحاول إن هو ياخد حق الموكل بتاعه أو حق المواطن. حضرتك مش شايف في خدمات بكده للمحامي؟ لا هو مش أيمين يعني مش واخدين حقهم، موجودة بس غير مفعلة. الفترة اللي فاتت احنا شفنا أزمات كتيرة للسادة المحامين، محامين اتحبستوا، محامين اتبهدلتوا، أزمات ما بين الجهات القضائية ما بين الجهات الشرطية، وده كله لضعف لازم المحامي ياخد وضعه. ماشي، طب حضرتك في الجزئية دي عاوز تقول فيها ايه؟ اقول بقى فيها ايه يا فندم. النهاردة انا عندي قانون المحاماة بيديني حقوق وواجبات، بيديني حقوقي وواجبات، انا عايز افعل هذه الحقوق، اوفر له. قانون المحاماة بيقول لي ان انا كمحامي اعامل امام الدوائر الحكومية او الجهات الشرطية او الجهات القضائية بما يليق والاحترام اللازم، وان انا اعامل على ان انا بشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. بالظبط، احنا جناحي العدالة، القضاء والمحاماة. يبقى انا النهاردة لازم اجد هذه الحماية او هذا السند من نقابة المحامين. ده مش بنادوا المحامين ان هم يتعدوا، لا، احنا بنقول يا جماعه المحامي اذا ما تعدى عليه يجب ان انا الاقي نقابه المحامين واقفه معايا بتساندني في الحق وبتحاول انها تجيب لي حقي من هذه الجهات بالقانون، لان احنا في الاصل محامين، يعني احنا ناس اولى الناس نطبق القانون. فده الدور الاساسي اللي احنا بنطلبه من النقابه، واعتقد ان ده الدور اللي خلى معظم المحامين يترشحوا النهارده على هذه المقعد. معلش بس من جمله كلام حضرتك، يبقى هي دي المطالب الاساسيه اللي حضرتك بتطلبها المهنيه؟ ايوه. انا عاوز بس يعني ايه تسردهم لي بالراحه، يعني برضه عشان الفن الناس تعرف. انا لو سالت اي محامي انت عايز ايه او طلباتك ايه من المرشحين او من المجالس النقابيه، اعتقد اول طلب هيقوله لي الكرامه. يعني ايه الكرامه عليك؟ كرام. يعني حمايتي اثناء اداء عملي، رغم ان قانون العقوبات المصري وقانون المحاماه بيجرم كل من يتعدى على محامي تمام اثناء او بسبب عمله، بالذات العقوبه المقرره للهيئات القضائيه. اكيد. لان النهارده انا لما باجي بس برضو ما استوجب الالتزام للمحامي برضو، يعني برضو مش المحامي يتخطى الحدود ونقول بقى القانون يحميني. لا، ما فيش حد فوق القانون. بالظبط كده. اولى الناس ان احنا نطبق القانون. تمام. لكن احنا بنتكلم في حاله اذا ما تم التعدى على المحامي او تم ان هو النهارده معاك مش عارف يؤدي دوره مش عارف يؤدي دوره قدام الجهات الشرطيه، او يفضل منتظر معلش ضابط موجود في القسم او شخص اخر بالساعه والاثنين عشان يقابله. لا، احنا بنقول للجهات الشرطيه بعد اذنكم من فضلكم ساعدونا، لان احنا كلنا بنحقق العداله، يعني الشرطه والقضاء. انا شايف المطلب ده للاستاذ رجاء عتاية يقعد مع وزير الداخليه ويتفقوا مع بعض. هل ما فيش مكان تواجد للمحامين داخل الاقسام؟ قانون المحاماة بتعديلاته الأخيرة سنة 2000، وده فعلا مطلب أستاذ جمال. إن إحنا لازم يبقى لك مقر، مكان انتظار في أقسام الشرطة. إحنا عندنا في النيابات في أنتوا لكم أماكن انتظار في النيابات طبعا، نقابة المحامين في المحاكم كمان. أنا أنتظر النهاردة التحقيق بتاعي أو ميعاد جلستي في نقابة المحامين، لكن أنا في قسم الشرطة بفضل واقف منتظر على مكتب معاون المباحث او رئيس المباحث او على كرسي بره. ما فيش كرسي يا فندم. لا كمان للاسف ما فيش كرسي. انت بتفضل واقفه لحد ما هو حضرته يخلص شغله، وبعد كده حضرتك بتخشي. برضو انا برضو انا اسف للمقاطعه، بس انا برضو بقول ان طبعا الاخوه الضباط اخواتنا كلنا وزي الفل، بس ممكن يكون تصرف فردي من بعض الضباط
اكيد طبعا مش العام. لا هم ليهم مقر لا في الاقسام. لا هو الموضوع كله برضه عشان برضه ما يصرش بطريقه غلط ان برضه في الاقسام الاساتذه المحامين لما بيجي يخشوا بيبقى ساعات برضه فعلا في ايه يعني ايه تعنت كده بس ده مع فرد اتنين لكن كله متهيألي ماشي كويس. ده اللي احنا بقى بنطلبه. استاذ جمال بقى انا معلش يا استاذ تامر عايز بقى اعرف بالنسبه لحمايه المحامي اثناء تاديه وظيفته اثناء تاديه عمله سواء في المحاكم او في اقسام الشرطه او في النيابات. تمام. قانون المحاماه بتعديلاته الاخيره سنه 2019 بسط الحمايه للمحامي مش في المحكمه بس قال لا تمتد الحمايه للمحامي داخل اقسام الشرطه وداخل جهات التحقيق امام النيابه العامه. تمام. بمعنى ان احنا يجب ان نفعل هذا القانون بمعنى بنقول برضو بنشد على ايد النقابه اللي جايه ان شاء الله ان هي تقدر تحمي المحامي وتفعل القانون والمحامي ياخد حقه في اقسام الشرطه ياخد حقه في طرقات النيابات ياخد حقه اثناء جهات امام جهات التحقيق ياخد حقه داخل المحكمه. اعتقد انتوا واخدين حقكم في النيابات والمحكمه. لا في المحكمه والنيابات. انا بس عايز اكمل على كلام الاستاذ جمال ان انا عندي نص برضو في قانون المحاماه بيديني حمايه ولما بنقول يا جماعه حمايه مش معناها ان احنا فوق القانون. لا 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 خالص. هي ضمانه عشان خاطر المواطن. أيوة. المواطن نفسه يقدر انا اجيب له حقه فبالتالي ويبقى في ثقه اللي هو معاه محامي قادر يجيب انا له لو حقه. وقفت قدام المحكمه وانا مهزوز وخايف من ان انا اعامل من المحكمه معامله غير لائقه او من قسم الشرطه معامله غير لائقه يبقى انا النهارده هجيب حق المواطن ازاي؟ يبقى لازم هذه الضمانات اللي موجوده في قانون المحاماه تفعل. قانون المحاماه بيقول لي لا يجوز القبض على محامي او تفتيش مكتبه الا باذن من النيابه العامه وبعد استئذان النقابه. النهارده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ نيجي نقول استئذان النقابه يقول لك اصل الماده دي تنظيميه. يعني تنظيميه يعني ايه؟ يعني لو النهارده ما خدش اذن النيابه العامه مفيش بطلان في الاجراء. هو برضه على ما اعتقد ده بيتم. بس انا عاوز اسال حضرتك سؤال استاذ تامر، يعني في ظل ازمه كورونا اللي موجوده دي اظن البرنامج بتاع حضراتكم في جانب من المشروع العلاجي للمحامين. يعني انا النهارده او بالظبط كده عاوز اعرف النهارده مثلا ايه اللي النقابه بتقدمه. حلو ده يا شيخ. للمحامي يا فندم المفروض دلوقتي نقابه المحامين تبقى اسعاف. يعني اسعاف ما ده اللي احنا عايزين نفهمه. يعني غرفه عمليات موجوده في نقابه المحامين تتلقى اي مشكله لمحامي قد يصاب بهذا الفيروس. ده ما بيحصلش. ما بيحصلش يا فندم الكلام ده. مفيش تعاقد يعني. واحنا لا في تعاقد طبعا مستشفيات. النهارده ما فيش مستشفى خاصه اللي احنا متعاقدين معاها للمحامين بتقبل ان هو يدخل عندها اي مريض او اشتباه في هذا المرض. لكن انا عايز غرفه عمليات في نقابه المحامين. يعني غرفه عمليات لو ثبت يعني ان النهارده لجنه متخصصه لجنه موجوده بخط تليفون طوارئ او ساخن يقول لي النهارده انا عندي في الغربيه في حاله كورونا او في خمس حالات كورونا، يبقى هوجه العضو بتاع الغربيه ان هو يتوجه في المكان الفلاني هوفر له الاكسجين المشكله الاساسيه اللي عند كل الناس او عند الشعب المصري. يبقى انا النهارده بطالب نقابه المحامين ممثله في معالي السيد نقيب المحامين الاستاذ رجاء عطيه ورئيس اتحاد المحامين العرب بقول له من فضلك يا فندم شكل لنا لجنه. هيقول لي ده في لجنه مشكله. انا بقول له يا فندم هذه اللجنه عايزينها تفعل. تفعل يعني ايه؟ في الاقاليم. يبقى انا النهارده القاهره هي العاصمه بتاعتنا، يبقى النهارده اللجنه دي موجوده في القاهره، يبقى في تواصل ما بينها وبين الاقاليم يوم بيوم يتم حصر هذه الاعداد وتوجيهها للمكان المناسب علشان النهارده اخذ الاجراءات الاحترازيه للمحامي او اسرته او احد ابنائه. نقابه المحامين من اغنى النقابات على مستوى الجمهوريه وعندها موارد وعندها مخصصات. ليه ما تتعاقدش نقابه المحامين مع احسن المستشفيات المجهزه باحدث الاجهزه من ادوات اكسجين؟ بس انا اعتقد بعد اذن حضرتك ان نقابه المحامين في القاهره عندها المشروع العلاجي بتاعها فيه يعني مستشفيات كويسه جدا. ممكن يكون في الازمه وفي الجائحه في الكورونا ما شفتوش. ما شفناش بس دي كان ما شفناش. استاذ سامح عاشور. نعم. لا والاستاذ رجائي برضه. استاذ رجائي استاذ سامح عاشور الانتخابات كانت ايام الجائحه الكورونا كان استاذ سامح عاشور. لا كان الكورونا جت وانتخاباتكم كانت 15/3. ايوه ما انا عارف ما هي بدايته كورونا شهر 3. انا عارف كويس جدا بدايته كورونا شهر 3 ورجاء عطيه نجح في اول 3. ايوه ماشي بس الجائحه الكورونا جت في اول 2. لا الازمه بتاعت الجائحه من شهر 3 لشهر 6 الثلاث شهور دول في عصر وفي عهد البي رجاء عطيه نقيبنا المحترم كان يجب على هذه النقابه ان تتعاقد مع مستشفيات خاصه مجهزه بفلوسنا. نقابه المحامين نقابه غنيه وعندها اموال
يتعاقد مع مستشفيات مجهزه، يتعاقد مع مستشفيات فيها اجهزه تتواجه هذه الازمه. اكيد يا جمال بيه، بس انا عايزك تبقى هادي شويه بالك كده. احنا ما بنهاجمش حد، ولكن بنتكلم في حقوقنا. لا بيطالب بحقوقه، له منا كل احترام ونقيبنا ورمزنا، ولكن احنا بنقول كان يجب على هذه النقابه ان تتعاقد. كلام حضرتك، حضرتك كلامك على عيني وراسي، وحضرتك تتكلم براحتك طبعا، بس استاذ رجاء هتفوق. انا بس عايز اقول حاجه، هو الاستاذ رمز من نقيب. طبعا طبعا استاذ رجائي فعلا بيبذل مجهود، انا عارف صدقني، انا متابع. لكن استاذ جمال دي جائحه عالميه، بس يعني لو انا بس استاذ جمال يبقى في غرفه عمليه طوارئ، في سلبيات. انا نزلت بقول في احنا من اغنى النقابات على مستوى جمهوريه مصر العربيه، احنا عندنا موارد، الموارد دي ما اتفعلتش وصرفت في العلاج، هتصرف فين؟ ان شاء الله هتصرف في العلاج. سياده المستشار عايز يبقى في غرفه عمليات طوارئ لاي ظرف. لحظه مستشفيات مجهزه باسعافات، هو ده من حقه اللي هو يطالب بيه باجهزه تنفس باجهزه. امال ايه؟ طبعا. طب بالنسبه بقى لنقابه المحله الكبرى، نقابه منشاه حديثا، تمام، كم محكمه بقى تابع عليها سياده المستشار؟ انا عندي زفته وطور سمنود. المحله دي بتنقسم الاول، دي لسه دول منتمين لها حديثا. يعني دي احنا الاول كنا تبع نقابه الغربيه. نقابه الغربيه دي كانت بتشمل 8 مراكز، لكن احنا انقسمنا دلوقتي من فتره بسيطه واصبحت نقابه المحامين بالمحله الكبرى، دي نقابه لسه منشاه حديثا. انفصلنا عن نقابه المحامين بالغربيه، اصبح النهارده في نقابه شرق طنطا ونقابه غرب طنطا، اتنين كده. غرب طنطا اللي هي طنطا نفسها، شرق طنطا اللي احنا بنقول عليها مجازا المحله الكبرى، اللي هي بتشمل زفته وسمنود وقطور والمحله بجزئياتها. طبعا مساله الدمج احنا من فتره بسيطه وصيرت هذه المساله عشان تدمجوا سواء شرق طنطا او غرب طنطا او غرب طنطا او الاسكندريه، كانت نفس المشكله، وكان في برضو في القاهره هنا نقابتنا هيندمجوا مع بعض. اتفضل. فمعالي النقيب رجاء بيه عطيه دعا الجمعيات العموميه الى هذا الدمج. ايه الهدف؟ انا من الناس اللي كنت مؤيد لهذا الدمج، لان كل ما انا فتت النقابات كل ما تضعف الخدمه، مش هيدي خدمات اكتر للناس. لما تكون نقابه مرتبطه مع بعضها ومندمجه هنقدر يعني ننجز اكتر ونخدم اكتر. تمام يا فندم، وده كان الهدف من ان انا كنت دايما ادعو للدمج. اتفضل. الدمج لما شرق طنطا تندمج مع غرب طنطا يبقى النهارده نقابه واحده زي مثلا دمياط عند جمال بيه. عندنا نقابه واحده. وقايمه بخدماتها. ولكن ما زلنا بنقول في قصور يجب ان تتلاشى في النقابه الجايه ان شاء الله بالنسبه للخدمات المرجوه باذن الله. طب انا كان استاذ هشام كان سال حضراتكم عن دور المراه، انا عايز حضرتك برضو باستفاضه كده بسيطه تقول لنا دور المراه هيكون ايه في الانتخابات. هو مهنه المحاماه قد لا تتناسب طبعًا. قد لا تتناسب مع المرأة بس في حد ذاته. بس مساواه حلوه. انا دلوقتي بنتكلم، لا انا كده بقى بعترض. لا انا دلوقتي المرأة ليها دور اساسي جدا في البلد، لكن الاقبال بتاع والسيد الرئيس ادل للمرأة وضعها في كل شيء. بس هو لسه ما اتكلمش على فكره. لا هو لا هو كلمته يعني لا هو بس اتفضل سياده المستشار. المحاماه بس من شقه. لا هي ممكن في محاميين شاطرين جدا. لا فعلا فعلا. لا انا شايفه في محاميين شاطرين جدا. لا ما شاء الله. استاذة دكتور امال عثمان في احد اعلام المحاماه، في كتير استاذتنا اللي اتعلمنا منها القانون في الجامعات وتعلمنا منها في المحاكم استاذة امال عثمان، لكن في اعلام من المحاميات موجودات فعلا بالفعل في مهنه المحاماه، لكن احنا بنقول ما فيش اقبال الى حد ما من الاستاذات او من المتخرجات. شجعوهم يا ست المستشار. من 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 كليات الحقوق بسبب مثلا ان هي بتتبول للخدمه العامه. اصل الخدمه العامه مش عايز اقول خدمه ذكوريه، ولكن محتاجه مجهود. احنا بنصفق على المراه من العمل العام. المراه دلوقتي ما فيش حد بيشفق عليها. المراه بتكون متخيله حضرتك لما يقع محامي في مشكله الساعه 1 بالليل ويطلبك يقول لك انا في الاسم محمود عليا، انا لازم اكون متواجد معاه. لا بيحصل. لا ده هي المشاكل بتحصل كده. هو المحامي لما يتقبض عليه يكون عليه احكام ولا ليه مشكله مع جاره ولا مع اخوه ولا لازم يتصل بزميله. يا جمال بيه، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. النقابه يروح جمال بيه. اتفضل. ممكن حضرتك تقعد يومين في المحكمه؟ ادي اذنك يا استاذ. نقطه نظام بس. لا مش على حاجه خالص. انا والله ما بنهاجم. لا دي ما فيهاش مهاجمه، بل بالعكس. انا شايفك ان انت بتشجع الشباب، شجع المراه برضه يا استاذ المستشار. ما الناس بركه المراه على دماغنا من طب خلاص يا استاذ المستشار. وانا شايفه ان المراه اثرت وجودها. استمر، انا عايز اسال حضرتك. ولكن بنقول هشام بس هيخلص السؤال بتاعي.
هم ما بترشحوش. استاذ جمال استاذ جمال انت بترشح واحده حضرتك فوق دمير. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، المحامي في الاول وفي الاخر ما هو انسان بني ادم. ايوه اكيد برضو بيتعرض لاي مخاطر، تخني مع فلان مع علان احنا ما بنقولش حاجه، بس احنا بنقول دور المراه في الانتخابات وليس هي تنتخب. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه، دور المراه برضو في الانتخابات اذا كانت هي منتخبه ومرشحه نفسها ده لا يعيبها خالص يعني، لا طبعا على الاطلاق. لكن احنا بنتكلم دور المراه في الانتخابات. المرأة بقت تمثل عنصر مهم جدا. تمام. ايوه كده السيد المستشار اتفضل حضرتك. لهم تواجد وبقوا في محاميات شاطرين جدا. ومش محكمة الأسرة بس، بتشتغلوا معانا في الجنائي وفي المدني بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. ولهم دور فعال في اختيار أعضاء محترمين بالزبط. يقدروا يقوموا بخدمة. ده اللي أنا عايز أتكلم فيه بقى، ده مضمون. هل يعني الأساتذة الأفاضل هم أكيد ليهم دور، لكن أنا مش بنهاجم وبنقول هم لا يعني. طبعا هي مهنة شاقة. أيوة. وأكيد المحاميات برضو الليل برضو حد هي طبعا زيها زي المحامي في إن هي ممثلة في الجمعية العمومية. أكيد. ما أنا أصلا المستشار بيتكلم بس على الوضع يعني بالليل لو حد طلب. معلش عشان انت كلمت سؤال اتفضل. بس انا عايز اقول الحته دي عشان استاذه اسماء عبد الله عندنا في المحله دايما ترد على الحته دي، بتزعل من الحته دي قوي. هل هي يعني مساله ان هي هتقوم بالليل الساعه 12 بالليل عشان هي ايه مشكله خاطئ؟ هي بالنسبه لها عادي. بالنسبه لها عادي. وبعدين ايه المانع يعني انا في سبع اعضاء رسالة. انا من سبع اعضاء يعني مش لازم استاذه محاميه تطلع، ممكن انا اطلع مش اي مشكله. وبعدين هي ممكن تمسك وانا يا سياده المستشار بحيي الاستاذه اسماء من مكاني هنا اللي وانا بحييها كمان. انا عندها حماس وعندها طموح وربنا يوفقها. اهلا بيها في الخدمه العامه. اهلا بيها تخدم زميلاتها وزمايلها. سعاده المستشار بس هو زي اي انتخابات في الدنيا بيبقى فيها نظام قوائم وفردي، هل ده بيطبق برضه في النقابه؟ لا للاسف لا، فردي فقط. وان احنا كنا نطمع في ان يبقى في قوائم بالظبط كده. لو في قوائم النهارده وكل نقيب اخذ معاه اعضاء وشكل قائمه بالظبط، دي هتدي انا افضل طبعا. لكن احنا قانون المحاماه ليه هو سبق ان حكم فيها بعدم دستوريه قبل كده، فهي مسار شك او شبهه عدم دستوريه. نقابه المحامين لها طابع خاص غير انتخابات مجلس النواب. نقابه المحامين انا احترامي لك بالك ثقافة فيها فئات مختلفة. أنا الفكرة كلها الفكرة كلها يا فندم، أنا النهاردة لو في قائمة، أنا النهاردة لو عندي قائمة وقائمة مفعلة وليها برنامج انتخابي، فأنا بالتالي أقدر أحاسبها. أقدر أحاسبها لو ما أنجزتش البرنامج الانتخابي بتاعها، أقدر السنة اللي بعديها أحاسبها. أنا مع هشام في اللي هو بيقول. لكن أنا النهاردة في الفردي معلش، أنا النهاردة حضرتك عندك برنامج انتخابي، قد يكون عند حضرتك مواضيع مهمة جدا بس ما عندكش آلية لتنفيذها، مش قادر. بس الفردي صح ولا مش صح؟ ده هيمثل كل الاطياف في المجلس. حلو. ما انا اقصد اقول آلية التنفيذ. انت التون بتاع حضرتك في مس الرئيس السادات رحمه الله عليه. ايه التون بتاع حضرتك في الرئيس السادات؟ تون الصوت. التون الصوت. يعني لا هو من شروط المحامي ان يكون له صوت يقرع اذن المتكلم، ان يكون. وانت حضرتك بجد الاستاذ تامر طبعا، بس حضرتك يعني في المحكمه يا سياده المستشار اكيد يبقى له صدى. ربنا يوفقك. انا بس كنت بس اقول برضو ايه برضو في يعني المرحلتين، هل المرحلتين انتوا مرحلتين حضرتك مرحله اولى ولا ثانيه؟ لا انا ثانيه. جمال بيه مرحله اولى. مرحلة أولى. حضرتك تبع القاهره يوم 8 فبراير اللي هي 7 ولا 14 فبراير؟ القاهره الكبرى والدلتا وبحري من 7 و14 وجه ابن سينا مرحله ثانيه. تمام. يعني اول يوم وثاني يوم. اول يوم وثاني يوم ماشي. احنا برضو عايزين نتكلم في حته صغننه كده يعني، حضرتك تقول لنا فيها حضرتك دلوقتي لما هتخش ان شاء الله وربنا ان شاء الله يصل لكم الفوز ان شاء الله باذن الله تعالى وكل الناس طبعا اللي داخلين الانتخابات، اول حاجه هتقدمها ايه اول يوم؟ وبعد اذنك استاذ تامر هوجه بس استاذ جمال عشان هو طبعًا متحمس قوي طبعا. ها هتعمل ايه اولويات؟ لا ما انا عايزك بقى اول يوم. اول يوم اول حاجه اول يوم هعمل اجتماع لم الشمل واقول انا بحييك على كده بجد وده اللي منتظره مني. المرشح اللي ما وفقش اهلا بيه بس وبحتضنه ده كده حاجه زي الفل وبقول له عايزين نتكاتف. تمام. عشان نقدم خدمه وانت ليك دور معانا. تمام. وانت ما انتش مهمش وانت عضو فاعل ولازم نلم الشمل في اول يوم. بحييك سياده المستشار. استمر. انا بضم صوتي لجمال بيه وبقول تمام. نفس الكلام فعلا ان احنا المساله مش عشان انا نجحت في نقابه المحامين يبقى انا استأثر بنقابة المحامين، لا بنقول يا جماعة كل الأعضاء هدفنا كلنا الخدمة النقابية المهنية للمحامين. طيب أنا عايز أعرف من حضراتكم كم عدد المرشحين عن دايرة حضرتك وكم عدد المرشحين عن دايرة حضرتك؟ هل يعني تخطوا المية مثلا؟ لا طبعا مش تخطوا المية. لا آه. يعني مثلا أنا تقريبا يعني ممكن على مقعد النقيب
أربعة، على مقعد الشباب أربعة تقريبا، على مقعد الأعضاء ممكن قد نصل إلى مثلا 20 23 25 عضو، اللي احنا عايزين منهم سبعة فيما بعد في الانتخابات. دمياط نفس الشيء، على مقعد النقيب أربعة لازم التمثيل واحد، الشباب يمكن ستة، الأعضاء احنا عندنا ست جزئيات، الأعضاء المترشحين في كل جزئية ما يزيدش عن سبعة ثمانية يعني. هل تم اعتماد كل ما جبناش 50 مرشح الأعضاء دول اعتمادهم، ولا في ناس حصل تظلمات أو ناس استبعدت؟ هو بالفعل هو كل هذه الأعضاء تقدموا بملفات ترشح، في مواعيد للطعون. هي اتقبلت المواعيد بتاعت الطعون ديت ولا لسه؟ لسه مفتوحه ميعاد الطعن، لسه مفتوح وتظلمات، وبعد كده ما عليك بقى تتم العمليه الانتخابيه. لكن هذه الفتره احنا قدمنا ملفات الترشح في انتظار فتره الطعون، ثم بعد ذلك مرحله التصويت او الانتخاب. خدتوا الرموز بتاعتكم او الارقام بتاعتكم؟ لا هي يا فندم نقابه المحامين ما فيهاش رموز. امال بقى بتاخدوها ايه؟ لا هو رقم. رقم؟ رقم، لان احنا طبعا النقابه ناس مثقفين، يعني الرمز ده بيبقى معلش في مجلس النواب، لان في ناس معلش اميين مثلا لا يوجدوا القرار بالارقام، فبياخد رمز مثلا، فبياخد رمز. لكن النهارده انا في النقابه المهنيه المفترض فيهم اصحاب فكر وثقافه. بس الارقام دي اتوزعت عليكم ولا هتستنوا لسه الطعون اللي لا بعد مرحله الطعون في ورقه التصويت نفسها؟ خلاص بيحدد كل بقى واحد الارقام. وهو معالي النقيب رجاء بيعطيه سن فكره جميله، انا بحيي عليه. اتفضل حضرتك. ان هذه او هذا الترتيب هيتم عن طريق الابجديه، يعني حرف الالف الاول، حرف الباء، مش اول واحد راح، مش مثلا اول واحد تقدم يجي رقم واحد، لا بالحروف. علشان كده قلنا يا جماعه اهدوا شويه، ممكن تروح اول يوم، تروح ثاني يوم، ثالث يوم، دي حاجه دي كان مش هتعمل تكدس كمان، ومش هيبقى في دي حاجه جميله. اتكلم عن دمياط. اتفضل. دمياط بلدي جمال المياه بتاعتها مش كبيره قوي، هم ست مراكز وست محاكم جزئيه. سلول اربعه ست جزئيات ست جزئيات، ست محاكم جزئيه، يعني مركز الزرقاء، مركز فرسكور، مركز كفر سعد، بندر دمياط، مركز دمياط، محكمه راس البر، ست جزئيات. اعداد الجمعيه العموميه كلها المحامين اللي في دمياط كلهم ما يعدوش 3000 محامي. والله جمعيه صغيره. كل يعني دي جمعيه صغيره جدا، محامين دمياط يعرفوا بعض بالاسم، بالسيره الذاتيه، ده فلان اللي ساكن في الحته الفلانيه اللي بلده فلان. اذا بالرغم انها منطقه صناعيه كبيره، بس كبيره جدا. اذا بالنسبه للطعون احنا ما عندناش طعون، ما عندناش تظلمات، لان احنا كلنا نعرف بعض. ايه الطعون نازله كتيره ولا مش في دمياط خالص؟ احنا لا في تظلم ولا في طعن. هو طبعا استاذ جمال ان من شروط الترشح احنا بنعمل حاجه اسمه تقرير طبي، تمام، الكشف الطبي. الكشف الطبي النهارده انا مثلا خدت جواب من نقابه المحامين ورحت رحت جامعه طنطا، بيقوم الكشف الطبي، مستشفى جامعه طنطا، وعملت كشف طبي. عباره عن ايه؟ عباره عن نفسيه وعصبيه، تمام، وسموم ومخدرات. دي شروط التقدم يعني. عشان انا النهارده مثلا طب انا عايز اقول حاجه برضه عشان برنامجي قرب يخلص، فما كنا محتاجين بس منك. هو كان في برنامج انتخاب لحضرتك ولحضرتك يعني بايجاز بالظبط. تمام كده. انا ضد مساله البرامج الانتخابيه. تمام. النهارده انا عشان اقول للمحامي انا هعمل لك نادي نهري وهعمل لك مش قوي كده مثلا ما هو في احلام كده. طب مثلا يا محمود طب خلينا في اهم حاجه لحضرتك. النهارده العضو يقول لك البرنامج بتاعك ايه؟ هم عايزين مثلا ان انا اقول له انا هعمل لك كذا وهعمل لك كذا وهعمل لك كذا وهعمل لك كذا. تمام. انا عايز اقول بس للساده المحامين في جمهوريه مصر العربيه، حضرتك بتلخصه في النقابه العامه للمحامين، هي اللي بتدينا الميزانيه. تمام. هي اللي بتديني مثلا سي مثلا 100,000 جنيه عشان انا النهارده في نقابه المحله اقدر ان انا اقول. معلش عشان ما نطولش بس في الحته دي، انا عايز اقول كلمه. انا عايز اقول حاجه واحده بس حضرتك، اللي انت شايفه البرنامج الحاجه اللي انت هتضيفها. سبب واحد. انا داخل ليه نقابه المحامين وهو البرنامج بتاعي بالظبط، كلمه واحده هي المهنيه. النهارده انا عايز اخلي المحامي مهني. طبعا. يعني محامي مهني زي جمال بيم قال، انا عايز محامي كتاب ده يعني ثقافه. تمام. اقدر اوفر له زي. تمام. متمثل في الزي بتاعه اللي هو المفروض ان هو يمارس عمله بيه. والاهم من ده كله بقى اللي احنا قلنا عليها السند وكرامته. كل المرشحين هيقولوا كده، انا عاوز من حضرتك حاجه تبقى مختلفه عن السابق. للاسف يا فندم ان احنا دخلنا عشان كده، هو السابق ما كانش فيه كده. السابق ما كانش فيه كده. السابق كان عباره عن ايه؟ ان انا هنجيب تكييفات في اوضه المحامين، ان انا هجيب لكم شاشات تلفزيون في نقابه المحامين، هعمل لكم فرش في نقابه. لا،
احنا فعل المشروع العلاجي للمحامين بعد اذنك جمال. استاذ جمال انا اولوياتي بالنسبه انت عسل والله احساس المستشار. انت عسل بجد. انا بجد مبسوط بحضرتك. قول يا سياده المستشار اولويات ان شاء الله قدره ليا النجاح باذن الله ان شاء الله. الكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب. وانا اتفق معانا الشوط في النقطه دي. الكتاب الاكاديمي ولا كتاب خارجي؟ لا الكتاب العملي. الكتاب العملي اللي هم اللي هيشتغلوا بيه. الاكاديمي بتاعك يعني. انا ليا باع في التاليف الجنائي وليا كتب. وانا شرفت ان انا حضرت لحضرتك كتاب في دار الامه. تسلم لي. الفت اكتر من 40 مؤلف في القانون الجنائي. تمام. اذا انا عندي خبره مع التعامل مع دور النشر واعرف قيمه الكتاب بيتكلف كام. صح. هقدر اوفر لزميلي كتاب ب 20 جنيه. تمام. كتاب 200 ورقه متخصص كان في الضربه وفي السرقه. خلي بال حضرتك هتسال عن الكلام ده عشان هنستضيف حضرتك. انا هقدر ان شاء الله ما تنجحش. هنقول لك انت ما نفذتش ولا نفذتش. معلش يعني اديني فرصه بس اكمل. فضل. لان انت قلت اعرض برنامجك. وانا بقول لمحامين دمياط نمره واحد وفر لك كتاب بسعر قريب منك قوي زهيد يعني. ان شاء الله. هوفر لك ندوات متخصصه في القانون تعلمك في فروع القانون في شده فروع القانون في الاسره في المدني في الجنائي في الاداري. اسبوعيا يكون عندك ندوه في محكمه ما. لان انا عندي 15 سنه بعمل ندوات و15 سنه بألف كتب و15 سنه بحب اعمل خدمه عامه للمحامي واثقفه مهنيا. كفايه يا سياده المستشار اللي انت هتقف جنب الشباب والشباب تشهد لك في هذا المجال. محمد اهم حاجه. سياده المستشار محمد على دماغي من فوق والله. لا لا خالص. لا بقول لك هتقف مع الشباب يعني الشباب. اثنين. المحامي الشاب بعد ما نوفر له كتاب ونوفر له معلومه المفروض نوفر له ادوات المهنه. ادوات المهنه ايه هي؟ لازم يكون ملبسه شيك وحلو. يبقى نوفر له بدله محترمه مش اثنين واحده بس. واحده بس تكون واحده ستايل محترم. طب ما انتوا متعاقدين. طب ما انتوا متعاقدين ما شاء الله. سلموا متعاقدين. لا بس يا هشام. لا هم متعاقدين طبعا. مش هقول اسماء البراندات يعني. متعاقدين معارض. ايوه فانا لما اعمل له معرض انا هتعاقد له مثلا جمال بيه السنه. هيجيب له بدله براند. لا ما هي هتعاقد له يعني. هو هيتعاقد له هيجيب له بدلتين براند ليه يبقوا واجهه مشرفه. تصميم في البلد بس خلاص. نعمله ستايل وجمال بيه بحذاء محترم بسعر بيقدر يتناول. رساله لكل محامي. اخر كلمه. رساله لكل محامي. الكاميرا قدام حضرتك. القانون الجديد. القانون الجديد قانون المحاماه بتعديلاته 2019 أضاف مادة اسمها مدونة السلوك. مدونة السلوك للمحامي. بمعنى احنا بقى شكلنا وحش قوي المرة السنة اللي فاتت دي. فينا بعض المحامين اللي بيسلكوا سلوك مش مهني ولا سلوك محترم بيسيء للمهنة وبيسيء للمحامي. أرجوكم 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 احترموا مهنة المحاماة. مهنة الشرفاء. مهنة البشوات. مهنة الوزراء. المحاماة هتستمر. كلمة أخيرة لحضرتك. كلمة أخيرة لحضرتك. الماديات وهتدي لك الاسم والشهرة والسمعة الطيبة. بشكرك يا جمال بيه. أنا رسالتي لكل المحامين أعضاء الجمعية العمومية في جمهورية مصر العربية. احرصوا في التصويت أن تختاروا عضو مجلس نقابة مهني من المهنية ثم المهنية ثم المهنية. بشكر الاستاذ تامر عبد المنعم وبشكر الاستاذ جمال شحاته. بشكر حضراتكم وبشكركم على النجلاء. بشكركم ودمتم في رعايه الله. السلام عليكم. تصبحوا على خير.